اسباب عديده تقف خلف ارتفاع اسعار بعض المنتجات الزراعيه والحيوانيه في العراق ابرزها غياب الدعم الحكومي بعدما كان يغطي اساسيات الانتاج من اعلاف واسمده والات زراعيه الا انه تراجع بزعم تحرير وزاره الزراعه من الاداره الشموليه ما ترك المزارع يتدبر احتياجاته بنفسه في سوق يتسم بتقلب الاسعار الوزاره استعانت بما عرف بالمبادره الزراعيه لتكون بديلا عن الدعم الحكومي المباشر فشكل الامر كارثه فساد كلفت الدوله نحو تريليون دينار عراقي ليس كل القروض التي اطلقتها المبادره ذهبت بالاتجاه الصحيح كثير من القروض اليوم نحن اليوم كوزارة وبعد تدقيقنا بحدود أكثر من 900 مليار اليوم ما نعرف أين وجهة هذه المبالغ وإلى ما يتم تسديدها المشكلة الكبيرة حقيقة بالمبادرة جاءت مع ظروف أمنية صعبة في بعض المناطق المناطق خاصة المناطق اللي اليوم المحررة اللي دخل داعش عليها دمر كثير من المشاريع الوزارة اعترفت بفشل المبادرة في تعزيز المنتج المحلي والسيطرة على أسعاره إلا في جوانب محددة، فيما تتحدث مصادر زراعية أخرى عما وصف بالمؤامرة التي تستهدف المنتج المحلي، والتي تمثلت بإغراق السوق العراقية بالمستورد من دول الجوار، واستهداف المنتج بالحرق تارة، والآفات الزراعية والحيوانية تارة أخرى. ما أثر في أسعار المنتج المحلي وتراجع منافسته للمستورد الأحداث اللي مرت علينا ابتداء من حرق المحاصيل الحنطة وصولا إلى الفيروس اللي ضرب الأسماك وقضى على الثروة السمكية في عام 2018 ومرورا باللفحة المتأخرة لمحصول الطماطم كل هذه الأحداث جرنا إلى التفكير بأن هناك مؤامرة لجعل العراق سوق للمنتجات وخصوصا اليوم اكبر الدول المجاوره ابتداء من تركيا وايران وحتى الدول الخليجيه تصدر منتجاتها الى داخل العراق والعراق سوق استهلاكي كبير جدا وليس من مصلحه هذه الدول ان يكون العراق مكتفي ذاتيا او مصدر. يسوق الفلاحون منتجهم خاصه من الحبوب الى الحكومه التي تتولى لاحقا مهمه توزيعه او تسويقه نيابه عنهم. على ان تقوم بتسديد المستحقات عقب اتمامها عمليه التسويق الداخلي والخارجي لكنها بدات تتعرض للعرقله وتاخر صرف المستحقات للفلاحين والسبب يعود الى الازمه التي تعصف بالنظامين السياسي والاقتصادي العراقي ما دفع بالعديد من الفلاحين الى هجر مهنه الفلاحه وتحويل جنس الاراضي من زراعيه الى صناعيه او حتى سكنيه لضمان استمرار عوائدها الماليه يوسف الحسيني الحره اربيل